قال رحمه الله: السادسة أنه يورثه فراسة صادقة يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب. وكان شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واغتذى بالحلال لم تخطئ فراسته. وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمه الذي هو ضد البصيرة، فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمه الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمه البصيرة، وسكر القلب كما قال القائل: سكران، سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. وقال الآخر: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. نعم، هذه فائدة عظيمة نبه عليها رحمه الله تعالى، وهي في السريعة قاعدة عظيمة في باب الثواب والعقاب، دلت عليها دلائل كثيرة جدا، وهي أن الجزاء من جنس العمل في باب الخير وأيضا في باب الشر والعقوبة. قال الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا في باب الطاعة والإحسان. وفي باب السوء والمعصية قال الله سبحانه: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. وقال جل وعلا: جزاء وفاقا. فقاعدة الشريعة في باب الثواب والعقاب المؤجل والمعجل أن الجزاء من جنس العمل، ولهذا فإن من غض بصره لله جازاه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله بأن يطلق بصيرته: إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فيطلق الله عز وجل بصيرته وينير قلبه. وهذه ثمرة عظيمة يحصلها من يكرمه الله سبحانه وتعالى بغض البصر، يجازيه الله عز وجل على عمله بما هو من جنس عمله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا نص حديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا غض البصر عما حرم الله عليه النظر إليه، والله جل وعلا إنما حرم عليه النظر إليه ومنعه من النظر إليه لما فيه من المضرة على قلبه، حفظا لقلبه وصيانة لفؤاده. فإذا غض بصره طاعة لله سبحانه وتعالى عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته، عوضا عن حبسه لبصره. حبس بصره لله فأطلق الله بصيرته، أصبحت بصيرة مضيئة مستنيرة بنور الإيمان والهدى، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ومنه جل في علاه. ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. فإذا من فوائد غض البصر العظيمة إطلاق البصيرة،
والبصيرة هي في القلب، البصيرة في القلب نور يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن يهتدي به، ويكون سببا لإقبال قلبه على العلم وفتح الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم فهما وعناية وعملا. هذه كلها آثار عظيمة تترتب على ذلك. نعم.